مجموعة استثمار الموارد البحار وبالمختصر اسمها اي جي او. صرنا هون موجودين بسيتي سكيب منذ بداية سيتي سكيب. اليوم عندنا مجموعة كبيرة من المشاريع عم نطرحها، واهم هو مشروع اي جي او 101، تاور كبير في منطقة الجي ال تي بيتألف من حدود 40 طابق، يعتبر يعني فيصل بمشاريعنا المحلية في منطقة دبي. والله الشركة الآن موجود عندها مشاريع، يعني هي مشاريع قائمة، وعندنا نحن محفظة استثمارية تجاوزت المليارين درهم بمشاريعنا في إمارة دبي بالتحديد. والآن في المستقبل القريب إن شاء الله خلال مدة ما بين الآن و 2020 يعني عام 2020 عندنا مشاريع تتجاوز الكمان مليارين درهم إماراتي. بالنسبة إن هو عبارة عن نافذة، الكل يعرض ما لديه من منتجات، ونحن نأمل أن يكون المنتج المعروض من قبلنا من أهم المنتجات الموجودة. فهذا السوق إذا بدك تسميه سوق عكاظ لمصلحة التطوير العقاري فهو سوق عكاظ حقيقة، ونحن دائما موجودين بقصائد جميلة ومنها القصائد أو البناء اللي موجودة عندنا اليوم في الستان تبعنا.